كل سنة جامعية ننظم بمجرد التحاق الطالب بالجامعة جامعية. إذا شهادة مدرسية توفر على صفة المؤمن الاجتماعي له طالب. يستفيد الطالب الجامعي وذوي حقوقه ضربا من أصحاب الأمراض المزمنة. يعني السوء التحاق 100 دينار يعني 500 سنتين. المؤمن له اجتماعيا مرض مصاب به يسعى وبصفة مستمرة إلى عفرة خدمية رقمية الهناء. الهناء هذه أبليكاسيون نسبة التغطية الاجتماعية ونهاية الأحقية في الأداءات بمعنى شفاء الافتراضية. قدمت شروحات كيفية التعامل مع هذه الآلية الجديدة التي فيها مكاسب وإيجابيات جديدة تقدمها مصالح الضمان الاجتماعي لخدمة الطالب الجامعي ومرافقته خلال مساره الجامعي. كما قمنا كذلك بتوعية وتحسيس الطلبة بضرورة التقرب إلى مصالح الضمان الاجتماعي والحصول على بطاقة الشفاء. قدموا هذه الخدمة تسمى الطلبة الجامعيين اللي يقدروا يستفادوا من ذاكرة الشفاء يجيبوا بها الدواء منه في الفترة اللي راهم يقراو فيها اون بليس دو سون. تسمى هذه حاجة تساعد الناس كامل، والحاجة المليحة كامل لي زيتيدون سيكو هذه الخدمة قدموها بار انترنت تسمى اونلاين، تقدر تدخل اونلاين تسمى تحط لي زانفورماسيون تاعك وتقدر تستفيد من هذه الخدمة. اليوم استفدنا من المحاضرة الذي قدمها الأساتذة الكرام حول كارت شفاء وكيفية طلبها.